تأتي هذه الوقفة ديال اليوم 8 أكتوبر 2020 كاستمرار للوقفات السابقة. نحن ندخل كتنسيقية وطنية ندخل في الشهر الثاني من الاحتجاج، وهذا الشهر سوف يكون شهر الغضب، لأن لحد الآن الوزارة الوصية والحكومة ووزارة المالية ما أعطتناش إشارة إيجابية من أجل حلحلة هذا الملف. لذلك يعني الحاجة اللي عندنا احنا هو الاحتجاج بجميع الأشكال السلمية دياله، وسندخل يعني في أشكال نضالية تصعيدية سلمية، وستتحمل الوزارة الوصية كل النتائج، لأن الوزارة الوصية مدة 3 سنوات وهي تماطل وهي تراوغ في هذا الملف، لأن هذا الملف لا يتطلب هذا الوقت ككل. ومع كل الأسف كانت مقررة واحد الجلسة ديال الحوار القطاعي من طرف اللجنة المركزية وكذلك المسؤولين على الوزارة الوصية، لكن هذه الجلسة لم تعقد ولا ندري ما الأسباب. ممرضة اسمي القاطي فاطمة، ممرضة مجازة من الدولة من 1991، وبديت في الخدمة 1980. ألوغ عندي 40 عام الخدمة وعندي أمراض مزمنة، وحنايا درنا 2 سنين ماشي لخاطرنا، الحكومة اللي عطاتنا نديرو 2 سنين، ألوغ كل الآخرين داروا 3 سنين، وولدنا لمولادنا اللي هما ولادنا وكنحترموهم، حنا ماشي ضد حتى شي واحد كنحترموهم، هما داروا لهم 3 سنين وطلعوا ل 11 وداروا لهم الترقيات، وحنايا بقينا في هاد المحنة هادي اللي حنا كنحسبوها محنة، لأن حنايا مألمين وكنحسوا بالحقره وكنحسوا بحال ما كيعطينا حتى شي واحد وقت، الوغ حنا كنطلبوا الجهات المسؤوله وكنطلبوا الوزير وكنطلبوا صاحب الجلاله نصره الله باش يشوف من حالنا. حنا ممرضين مجازين من الدوله مع ذو سنتين، ماشي حنا اللي بغيناها، حنا عطاوها لنا وقريناها، ما عندناش الحل، وحنا كنحبوا هذه المهنه، حنا ممرضين وكنحبوا هذه المهنه وعطينا في هذه المهنه وخدمنا ما فيه الكفايه. كاين اللي مات، حنا كنواجهوا دابا واحد المرض اللي هو خطير وكنواجهوا فصفص اللي هو مرض كورونا، كاين الناس اللي ماتوا فيه، كاين ممرضين ماتوا فيه، كاين ممرضين تعطبوا فيه، وحنا كنحترموا كل شيء وكنحترموا المهنه وباغيين نزيدوا نخدموا وباغيين نعطيو، ولكن عطيونا حقنا، ما كنطلبوش شي حاجه اخرى، عطيونا حقنا. بركه من الاقصاء. واش بغيتوا نوليو مطربين باش تعطيونا حقنا؟ واش بغيتوا كاع الوزارات كلهم كتعطي الحق للموظفين ديالها الا وزاره الصحه؟ ما عرفناش علاش، عينا نهضروا عينا نحتجوا، حنا ماشي لخاطرنا كنجيو نحتجوا نوقفوا هنايا باش نبانوا، لكن حنايا مالغينو حنا بالسيف علينا، لان حسينا بالحقره، حسينا بالظلم، حسينا بزاف د الحوايج اللي كيضرونا في قلبنا. شوفوا من حالنا، الله يحفظكم، حتى نتوما راه خدامين وكتعرفوا بالموظف وكتعرفوا بالحقره الموظف، ديجا كاين مشكل ولكن المنظومه الصحيه ككل، ولكن حنايا خدامين فين ما صيفطونا كنمشيو، فين ما قلتوا لنا كنديروا، شنو ما قلتوا لنا كنديروا نديروا، حنايا راضين بالوضعيه، ولكن عطيونا حقنا عافاكم. حنا كنطلبوا من الوزير وكنطلبوا من الجهات المسؤوله باش تحفزنا وترقينا وتعطينا بالاثر الرجعي ديالنا، لان حنا على ابواب باش نخرجوا التقاعد، وخصنا نخرجوا بواحد التقاعد اللي هو مشرف للجميع، لان كاين كل شيء مريض وكل شيء عنده امراض مزمنه وكل شيء كيعاني. معك حمداوي عبد الكريم، ممرض مجاز من الدوله تكون سنتين، والمنسق الجهوي لجهه الرباط صلاح القنيطره. نحن الان في الوقفه الاحتجاجيه 6 من نوعها امام وزاره الصحه، كتعبير منا عن الرفض التام والقاطع لواحد المرسوم اللي خرج السيد الوزير من جانب واحد، بحيث انه لم يحترم فيه جوهر المطلب ديالنا. المطلب ديالنا كتنسيقيه وطنيه للممرضين والممرضات المجازين من الدوله تكون سنتين، هو ترقيه استثنائيه للجميع، اي الانتقال من السلم الحالي الى السلم الموالي، بحيث ان هذه الفئه فيها اللي عمل ما يناهز 40 سنة أو أكثر ولا زال يقبع في السلم السعود، في حال أن الممرضين بحالنا نفس الدبلوم نفس المهام كيتخرجوا سلم 10 من الديبار. هذه بطبيعة الحال تعديل في المنظومة الصحية، لكن نحمل الوزارة الوصية المسؤولة هنا، يعني يا إما كان عليها باش دير لنا ترقية استثنائية بعد ما قامت بالتعديل، أو امتحان رمزي كما يعمل به هو معمول به في جميع الإدارات، لكن هي كوننا احنا فئة قليلة لم نتجاوز 5000 ممرض وممرضة في المغرب، الدارجة عفطوا علينا،